قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا. هيا يا بنات لتأخذنا قسطا من الراحة وتشربنا هذا العصير الطازج. أمي أين الكوب الخاص بي؟ لا يوجد كوب مختلف عن الآخر، خذي أي كوب منهما. خالتي نحن نشعر بالملل، أليست لديك فكرة للعب؟ فكرة ما رأيكن بلعبة قفز الحبل؟ وسوف أقوم أنا بالتحكيم، سوف تبدأن في وقت واحد والتي تستمر للنهاية وحدها تفوز. إنها حقا فكرة رائعة، لقد تدربت في السابق كثيرا على قفز الحبل وأظن أنني سوف أفوز في هذه المسابقة. ها هو الحبل، سوف نقوم بتعديل بسيط يا أمي. حنان لها محاولة وأنا لي اثنتين. لماذا يا نورة؟ لأنني صاحبة المنزل وهناك احتمال أن أخسر، كيف أسمح بحدوث هذا ونحن نلعب في منزلي والأفضلية لي أنا؟ وهل هذا حقيقي؟ هذا ليس صحيحا، فطالما ستحدث منافسة فلا بد أن يتساوى الجميع في الفرص، وليست هناك أفضلية لمتسابقة على أخرى لأي سبب. والآن هيا استعدوا لتبدأ. 1 2 3. أنتما الاثنتان تجيدان اللعب. أحسنتِ، ها قد ربحتِ دون أن تكون لكِ أفضلية لأنكِ في منزلك. لقد ربحتِ بمجهودك لأنكِ فقط تستحقين.